السلام عليكم الحباب، واش راكم؟ معكم مبروك. اليوم جيت باش نبارطاجي معكم واحد التيزانة درتها. ولدي كان مريض، التيزانة هذه ديما نحافظ عليها. هي رائعة يعني، سورتو بعد الشر مع الوقت تاع المرض هذا اللي زاد كتر، والحكاية تاع الكورونا الجديدة هذه. دونك ماذا بيكون تواظبوا عليها لا غوسيت هذه، يعني مشروب تقدروا ديروه يعني كل ليلة وتشربوه، سورتو بصح اللي كان عدتو مراض. هنا زيت شوية قارص، شوية زنجبيل، كسوا فخي ولا تاع الغبره كيما تحبوا، شويه عسل، حبه حلاوه هذه، و تاني شويه تاع الحلبه. علاش الحلبه؟ باسكو المريض كيعود مريض يخي تروح له الشهيه هذيك، دونك هنا الحلبه تفتح له الشهيه. وكم تعرفوا يعني الاولاد كيدخلوا يقراو يوليو يمرضوا بزاف، يجيبوا بزاف المرض للدار. وعلى هذه يعني ماذا بكم قلت لكم تديروا لي تيزان هكا لاولادكم في الليل. انا يعني مديرتها تقريبا نقولوا واحد نديرها 3 فوا بار سيمين، هكا 4 فوا بار سيمين نديروا تيزان في الليل، سواء تاع اللويسه ولا تاع لا كامومي ولا تاع هكا الزنجبيل ولا العسل. سورتو لا كان ولادكم ما ياكلوهم لكمش عقدات، ديروهم هكا دي زانفوزيون دي تيزان في الليل. دونك هنا نقشر الزنجبيل تاعي، هزيت غير شويه ماشي بزاف، ما نحتاجش منه بزاف، راح نقصه ان شاء الله. وكما قلت لكم تقدروا تشريو زنجبيل تاع الغبره، كاين اللي يتباع بالعسل هذاك اون انفوزيون كيما تحبوا، بصح ماذا بكم يكون هكا خير يعني فخي، يكون طبيعي هكا من الاحسن. لا كما لقيتوش معليش شريو لي زانفوزيون هذوك تاع لا تيزان. والزنجبيل هذا انا محافظه عليه بزاف في الكوزينه، نطيب به بزاف، ثاني نحطه في الماء باش نشرب مادامني يعني كنتكم راني ندير في حميه غذائيه، نحطه بالماء القارص والماء ونشرب في ديغون لا جورني يعني. وثاني تقدروا تحكوه ولا تقصوه كيما هكا دوائر وتخليوه يغلي، ولكن من الاحسن لك قدرتوا تاكلوه ديروه عقده وكلوه ديريكتومون، ما تشربوهش ميم بون انفوزيون، يعني غزوه هكاك وكلوه هكاك من الاحسن. وشي هو قاصح شويه وحار. هنا هزيت طاوة غليت الماء تاعي، تقدروا تحطوه في الغلايه ولا تغلوه هكا فوق النار، انا حطيته في الغلايه باسكو يزرب شويه اكثر. وهنا راح نهز شويه تاع حبه حلاوه. هنا الكميات لازم يكونوا متساويين بين الحبوب، ما كانش عندي الكمون، لو كان جا عندي الكمون وكان حطيت شويه كمون، الكمون الثاني يمشي تري تري بيان مع الاعشاب هادو. حبيت برك نقول لكم حاجه، بلي ما تقدروش تخلطوا اي عشبه وحدها، اقراو شويه على الاعشاب قبل يعني ما تخلطوا كاش عشبه مع بعضها. دونك هنا درت قدر تاع الحبه حلاوه قد القدر تاع سميوها لي لا اله الا الله محمد رسول الله الحلبه، وقصيت هنايا زنجبيل هذاك رميته ثاني، وعصرت الحبه تاع القارص. واش هو الحبه تاع القارص؟ مانيش راح نرميها هنايا، رايحه نخليها تزيد تغلي مع هذاك الماء. وباغي هنا القارص ثاني نستعملو بزاف بزاف في الدار، كساسوا ننظف بيه ولا نطيب بيه ولا نشربوه، جامي 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 نرمي القارص، يعني حبه تاع قارص هكاك ديما يا نطيب بيها ولا ثاني نحطها في الحوض وين نغسل الماء عن حاجاكم في الرحايه هذيك باش تنحي لي الريحه، ديجاج لي زودور. دونك القارص تاعي جامي يترمى، يا نطيب بيه يا نحكو باش ندير الكاطو يا اي حاجه. ويلي بوغي بوغي دو فيتامين سي. دونك هنايا لا تيزان تاعي خديتها طيب حتى يطيب هذاك الزنجبيل ونعاود نرجع لها. هاي هنا التيزانه تاعي طابت، وراح نقلبها هنايا في الكاس هذا، باسكو والله الكاسرونه تاعي كن كب فيها يسيح لي شويه الماء، وكنت عيانه هذيك الليله، ما هذه البارح برك يعني ما كنت في يومي يزيد نقي لا كويزين وحطي. المهم هنايا راح نحط العسل، العسل كنت قادره نحطه في الطاوه يعني ديريكتومون ونكبو، بصح كاين اللي يحبوا حلو وكاين اللي لا فهمتوا. انا ما نحبش بزاف الحلاوه في لي تيزان ولا في لي تي تاعي، دونك جو بريفير نحط لكل واحد هنايا العسل تاعو. هذا عسل حر، من الاحسن تحطوا عسل حر، لكن ما عندكمش عسل يعني حر معليش ديروا شويه سكر، ما تكتروش، راكم عارفين السكر يعني ماشي مليح، سورتو السكر في الليل قبل ما تروحوا ترقدوا يتحجر في السنين وكل، سورتو الاولاد يعني.
التيزانة هاي بردت شوية، خليتها دفات باش حطيتها لهم سينا يتحرقهم. وما ننصحكمش لكان فوزات انسانت لي فام انسانت، ما ننصحكمش بالمشروب هذا، ما تشربوهش بعدو عليه باسكو زنجبيل حار وواضبو واضبو بزاف. وتاني حاجة واحدة أخرى، واضبو على لا فيتامين سي بكل أنواعها وأشكالها. أنا شوفوا عندي هاد لا فيتامين سي، شي نشريها من والمارت، على بالي تقول لي فيها جيلاتين وكل هادي ما فيها الجيلاتين البنات، نشريها من والمارت. تاني لافيفو لي مان وديروا لهم سانيتايزر هذاك باش تعقيم اليدين. وكلو تشينا الأوبسة هذيك تاع لا فيتامين سي تاني كاينه مليحه تاني. وان شاء الله ما يكون غير الخير، وربي يشفي كل مريض. ودعاء دعاء دعاء هذا ما عندنا ما نديرو. وان شاء الله نتلاقاو في نوفال فيديو بروشانمون. السلام عليكم.